السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتنا، قناة جلال فيديو المختصة في السيارات. هذا الفيديو إن شاء الله سوف يكون مشترك مع مجموعة من القنوات لمطالبة رئيس الجمهورية والرجاء منه التدخل في أمر استيراد السيارات، خاصة السيارات المستعملة أقل من 3 سنوات. يعني القانون كان واجد ويعني صادقوا عليه في البرلمان، ولكن لم يرى النور لحد اليوم. وكذا استيراد السيارات الجديدة، يعني 6 أشهر من الانتظار وعدم وضوح الرؤية. لهذا نطلب تدخل وزير الصناعة وكذا تدخل رئيس الجمهورية. نرجو من جميع المشاهدين. أنا اسمي عبد القادر، صاحب قناة عبد القادر حوحو، مختص في عالم السيارات بصفة عامة، بيع وشراء سيارات، ميكانيك سيارات، أي شيء متعلق بالسيارات. نطلب من سيادة الرئيس الجمهورية والسيد الوزير الأول والسيد وزير الصناعة ووزير التجارة، نطلب من سيادتكم بدعم من الشعب، بدعم من المواطنين متابعينا، نطلب منكم تفعيل مشروع أو قانون استيراد السيارات لأقل من 3 سنوات في أقرب الآجال، لأنه أصبح مطلب شعبي كبير. ونحن نقدم هذا الطلب بصفة حضارية وبصفة قانونية، واستيراد السيارات لم يظهر بعد، فنطلب من سيادتكم تفعيل هذا المشروع أو القانون في أقرب الآجال، وتقبلوا منا فائق التقدير والاحترام، شكرا لسيادتكم. ونطلب طلب ثاني من المتابعين، متابعين تاوعي ولا المتابعين تاع القنوات الأخرين، نطلب من المتابعين، راه هما بصح كون ما يعودوش المتابعين ما تنجحش الحملة، راه ما تنجحش الحملة لا بيا لا بواحد اخر. كون ما يعودش المتابعين هما اللي رايحين يخدموا في هذه الحملة، يبارطاجيو سي بارطاج، هو الصح بارطاج والاعجاب، بارطاج تاع الفيديو والاعجاب تاع الفيديو، هذو زوج حوايج هما اللي يطلعوا الفيديو، يطلعوا في الترند تاعو. رانا رايحين نرسلوه لمنظمة حقوق المستهلك، هذيك ثاني راح نبعثوا لها الفيديو باه ديروا ثاني هي وتبعثوا، وهي اللي رانا تاكلين عليها، تاكلين على ربي قبل ومن بعد عليها، باه توصلنا لا ميساج هذا للرئاسة. اللي حاب يوصل الميساج يوصلو، بارطاجيو هذا الفيديو ثاني، بارطاجيو وين حبيتو، المهم يوصل الميساج للناس الجزائريين باه يعرفوا باللي رانا دايرين حملة في خصوص استيراد السيارات المستعملة. هذه اللي حبيت نوصلها لكم، المهم تهلاو نتوما المتابعين هما الصح. شكرا لكم، الى اللقاء. السلام عليكم خاوتنا، ان شاء الله تكونوا خير على خير. معكم اخوكم يحيى من قناة تي فور دي زاد للشروحات. من الان تبدأ الحملة، الحملة لمجموعة من القنوات وعدتكم بها. هذه هي الحملة اللي بفضلها ان شاء الله راح تتسرع وتيرة استيراد السيارات. نطلب من كل مشاهدي قناتي وكل المشاهدين يدعموا هذه الحملة، بلا بيكم ما تنجحش هذه الحملة. نطلب باش تنشروا هذا الفيديو في كل الصفحات والحسابات والمجموعات على الفيسبوك، وأصحاب القنوات يتكلموا ولو تلميحا إلى هذه الحملة. القنوات الغير مختصة بالسيارات تلمح باللي كاينة حملة هي في الفائدة تاعكم والفائدة تاع كاع الجميع إن شاء الله، اللي راه محتاج سيارة. ادعمونا إن شاء الله تنجح هذه الحملة بكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعينا الأعزاء من كل مكان، مرحبا بالجميع. نحن إذا ننضم إلى أو من قناتنا هذه نقول أننا انضممنا إلى حملة استيراد السيارات المستعملة والجديدة، والتي يقودها صاحب الفكرة وهو صاحب قناة لحظة الظاهرة أمامكم عبر الشاشة. من النقاط الإيجابية لهذه الحملة أنها بدأت تصل إلى السلطات الرسمية وبدأوا يفكرون في وضع لمسات أخرى بالنسبة لدفتر الشروط الذي يعتبر تعجيزي لحد الساعة، مع العلم أنه لا يوجد أي من يعني الوكلاء الذين تقدموا بملف إلى حد الساعة، لم يقدم أي وكيل ملف إلى وزارة الصناعة من أجل التكفل باستيراد السيارات لأنها شروط تعجيزية. أيضا أنتم أي كمشاهدين وكمتابعين أوفياء لقناتنا وقنوات الإخوة الأفاضل الذين يشاركون في الحملة، نقول لكم مهمتكم هي نشر فيديوهات الحملة عبر كامل وسائل التواصل الاجتماعي وعلى نطاق واسع، وهذا حتى تصل نداءاتنا إلى السلطات العليا في البلاد. وهذه حملة
يجب أن تعرفوا بأنها ليست حملة فقط، وإنما هي معركة، وسننتصر بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم إخواني مجددا على قناتكم لحظة وفي هذا الفيديو المشترك بين مجموعة من القنوات والذي خصص لحملة استيراد السيارات المستعملة والجديدة. بداية أوجه الشكر إلى جميع القنوات التي لبت النداء عمل فيديو مشترك الخاص بهذه الحملة، وراهم قدموا مجموعة من النصائح والرسالة عبر هذا الفيديو. إن شاء الله تكون وصلتكم هذه الرسائل والأفكار اللي رانا حاب نطبقوها في حملة استيراد السيارات المستعملة والجديدة. وأنا كذلك من خلال هذا المنبر حاب أقدم مجموعة من الاقتراحات والرسائل والتي من الممكن أن تساهم في نجاح حملة استيراد السيارات المستعملة والجديدة. بداية حاب كل شخص من الولاية تاعو يقوم بمراسلة صفحة مشهورة في الولاية تاعو، صفحة تاع فيسبوك مشهورة في الولاية تاعو، ويعرفهم بالحملة الاستيراد تاعنا تاع السيارات المستعملة والجديدة، ويذكر لهم التاريخ اللي راح ننشروا فيه الفيديو الخاص بالحملة تاعنا اللي هو 19 سبتمبر. وإن شاء الله هذه القنوات أو الصفحات الفيسبوك تعاوننا باش ننشروا هذا الفيديو باش يوصل إلى أكبر عدد من المهتمين بهذا الموضوع. وإذا ممكن تقدروا تحكوا باسمي أنا قناة لحظة، ونعطيكم الفيفير بتحكيوا باسمي بقناة لحظة، وإذا وافقوكم ماذا بيا تتصلوا معايا عبر الفيسبوك وباش نرسلوا لهم الفيديو إن شاء الله يوم 19 سبتمبر. النقطة الثانية كذلك اللي راني حاب نحكي عليها وهو الصراع اللي راه صارب بين وزارة الصناعة والوكلاء. حاب نعطيكم فقط فكرة بخصوص ما يجري في الخفاء أو الكواليس. لازم كذلك تكون الأمور شغل واضحة وما نغلطوا حتى واحد. الوكلاء راهم يمارسوا ضغط على وزارة الصناعة. كيف راهم يمارسوا ضغط على وزارة الصناعة؟ راهم تفاهموا ما بيناتهم، جميع الوكلاء ما بيناتهم راهم تفاهموا باش ما يقدم حتى واحد الملف تاعو. وإذا أي وكيل قدم الملف تاعو حيقدموا ملف ناقص باش ما يقبلولوش الملف تاعو. هذه فكره راني حبيت نوصلها لكم، معناتها باش تكونوا في الامر الواقع، لانه الوكلاء بهذه الطريقه راهم يضغطوا على وزاره الصناعه باش يحققوا لهم المطالب تاعهم، وهذه المطالب تاعهم هذه المطالب تخدمهم هما بطبيعه الحال، ماهمش يضربوا على صالح المواطن. انا مش كيتش راهم الوكلاء راهم متفاهمين باش يضربوا في صالح المواطن البسيط، بالعكس راهم يحوسوا على المصلحه تاعهم. وانا ماذا بيا ننقل واش راهو كاين، وما نلوموش على وزاره الصناعه فقط ووزاره التجاره والحكومه، وانا كما يقولوا ماني شيت حتى واحد، لكن كل واحد نعطيه له حقه. الوكلاء كذلك راهم يضربوا على المصالح تاعهم باش ما يغلطوكمش. وزير الصناعة مؤخرا راهو حكى وقال لهم إذا عندكم مطالب ماذا بكم تنشروها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عفوا السوشيال ميديا. وحنا رانا مستعدين للقنوات هذو اللي مروا عبر هذا الفيديو أو قناتي، رانا مستعدين باش ننقلوا الانشغالات تاع الوكلاء من خلال هذا الفيديو. ماذا بهم إذا عندهم انشغالات ننقلوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لانه ظاهريا فقط الوكلاء راهم يقول لك باللي المساحه تاع الارض هذه اللي طلبوها منا راهو امر تعجيزي، لكن في الخفاء تحت الطاوله كما يقولوا راهم يطالبوا بامور اخرى. هما فقط هذه راهم خرجوها للعالم، بصح في الخفاء راهم يطالبوا بامور اخرى. وزير الصناعه راهو كان واضح وقال لك ماناش راح نتخلاو على هذه الشروط. ان شاء الله الوكلاء ان شاء الله كذلك يسمعوا لهذا المواطن ويرضخوا لهذا المواطن ويكونوا يخدموا لصالح المواطن، وحنا رانا موجودين باش ننقلوا الانشغالات تاعهم ونوصلوها الى وزاره الصناعه وزاره التجاره او الحكومه الجزائريه عموما. وطالب اخير خوتي ماذا بيا ان شاء الله ديروا لايك لهذا الفيديو، ماذا بيا اي واحد يشوف هذا الفيديو يدير لايك، لانه في المصلحه تاعكم ماهوش في المصلحه تاعنا باش ينجح ان شاء الله. وتشاركوا هذا الفيديو باش يوصل الى اكبر عدد من القنوات والصفحات، واي واحد ممكن يساعدنا في هذه الحمله، وان شاء الله اليد في اليد باش تنجح حمله استيراد السيارات المستعمله والجديده، ونردوا الاعتبار الى المواطن البسيط. والسلام عليكم.